kumuka-muka, pernyoonan kulo ka pangeran, maso aka hadis, khairun nas, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Lanjang umur, bi ala ko bagus, nikah sebagus-bagus amnus. Menjan tua jan juba, nikah sarunas. Sejuba-jubaan menus, menusah. Lagula terroh, setia orang bagus. Ya te terroh, esok pon terus mengira. Sesuai dengan background di atas, mayuridillahu bihi khairan, yufakihu bidin. Menbi pengiran orang nikah kekarap jadi orang bagus tola umru wa hasuna amalu nikah berarti bi pengiran diberi pengertian agama sajen tambah dalam. فقال لهم فريدة الظالمين هم
قالوا يا ويلنا بعثنا
تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على أكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعذبه ونكسه في الخلق أفلا يؤمنون الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا إله إلا الله
إلا الله، لا إله 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 إلا الله،
بالحق بحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى إمامك وقدره وبذلك العظيم. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك ولاية الصالحين. اللهم أنزل رحمة ونعمة وبركة وشفاة إلى أهل القبور إلى المسلمين المسلمات والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وداعمهم بالحسنات وكفر لهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء وهم بعد. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأه من القرآن في سورة الفاتحة وسورة ياسين والتحليل إلى أهل القبور من المسلمين المسلمات والمؤمنات خصوصا إلى الرحيم المقرب كي حجي أحمد فقربي ويدي ولجميع من ذكر أسمعه وفروعه وأهل سلسلتهم والآخرين لهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تدع قبرهم قبرا رفعا ربنا. اللهم ارحم وعفي واغفر لا تردهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحمدك الفاتحة. رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الكريم الطيب المبارك فيه على كل حال حمد الوقت نعمه يكفي مزيده يا رب العالمين. الحمد لما ينبغي من جلال وعظيم وعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عند دمع ملاه وإفضاله. اللهم تقبل وأوزن ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما بللنا وما سبحنا وما استوفحنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم اصلح أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أخرجنا من الدنيا مسلما. اللهم أخرجنا من الدنيا مسلما. اللهم أخرجنا من الدنيا مسلما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مثواه واغفر لنا وله برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعله اللهم أنزل في قبره نورا ورحمة ومغفرة دائمة إلى يوم القيامة واجعل قبوره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبوره حفرة من حفر النيران. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من قراءتنا واستغفارنا وصلواتنا وتحميدنا وتهليلنا وذكرنا خصوصا إلى روح المرحوم يا مغربي ويدي وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واغفر لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.